19 عام كان عنده 19 عام. اللي مات اللي مات عنده 19 عام والاخر عنده 28 27. وانتم سمعتوا الغوات ولا شنو؟ لا انا ما سمعتش، بقيت ناعس. واحد المره جاتنا اللي ملاصقه مع الدار هي سمعت الغوات، ما كنتش فوق. اما حنا شكون كنا غادي نطلعوا ونصالحوا الجراه وهادي وما نخليو حتى واحد يخاف؟ حنا ما كان حتى واحد حاضر والو. عباد الله ناعسه كتسمع الغوت وهذاك. شكرا شكرا خويا. ماشي مشكله خويا. هذه هي الدار ياك، هذه هي الدار، هذه هي الدار. السلام عليكم. يلا سير تفضل اخويا. السلام عليكم. جوج دراري راه مشاو ولاد حي النهضه، فهمتيني؟ هما بجوج كايرين، وداك السيد راه صاحبنا يوسف اللي مات مسكين، راه صاحبنا. وداك السيد حتى هو خدام مع البلونجي، هادشي اللي قالوا انا الله اعلم ما عارفش. شكون هو اللي خدام في البلونجي؟ واش اللي مات ولا اللي قتل؟ داكشي الاول اللي خدام في البلونجي، وداك اللي مات مسكين صاحبنا كان كيدخل عندي حتى للدار يفطر معايا كلشي معايا، فهمتيني؟ دري درويش ما كيجبد لا صداع ما والو يعني، فهمتيني؟ من بليك جوج حوايج، كوره رجاوي والتيرانات، صافي هادشي اللي مبلي بهم، ما كيجبد لا صداع لا والو. داك السيد صاحبنا فهمتيني كيدخل عندي كيفطر عندي درويش الله يعمر ليه الدار. فاش كيخدم هاد الولد اللي مات؟ اللي مات اللي صاحبكم كيقرا، ما خدام والو كيقرا. مازال تيقرا؟ مازال كيقرا. فاش تيقرا؟ شحال العمر ديالو؟ 19 عام. 19 عام فهمتيني، باقي كيقرا هذاك الدري، باقي ما شاف ما تشوف. وعائلته مع من عايش هنايا؟ ما عايش مع حتى واحد، راه كاينين بجوج، هما ماشي ولاد النهضة، هما بجوج ماشي ولاد النهضة، ماشي ولاد النهضة هما. ماشي ولاد المحمدية بصفة؟ ماشي ولاد المحمدية فهمتيني، كل واحد ومنين جاي. أنايا كنت كنحسن واحد السيد فهمتيني مع ديك الوحدة، جيت المهم واحد جوج سوايع لقيت قدام، ملي جيت لقيت البوليس ولقيت الروينة ما يطلعش. وشنو قالوا لك شنو وقع بالضبط؟ السيد هذا اللي مات الله يعمر ليه الدار، الصراحة عشيرنا وحبيبنا وصحيبنا. وهذا اللي مات هو راه كنعرفوه ولكن ماشي بزاف. هذا اللي قتل. هما بجوج اللي قتل ما كنعرفوش أنايا، المهم بيناتنا سلام. فهمتيني؟ هما بجوج الله يعمر لهم الدار. واش بصح على قبل الصوت ديال الراديو كان كيجهدوا تيقول ليه نقصوا؟ ونكذب عليك أنايا، المهم أنا ما نكذبش عليك، راه كل واحد دابا راه كيعرف هادشي مع رمضان هذا. اي واحد شاد تليفونات، اي واحد كيدير افلام، اي واحد كيتصنت، كل واحد وحر في داره. هذا مكان، وداك اللي مات الله يعمر ليه الدار، والله ان الله غفور رحيم. داكشي اللي كاين اخويا. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه المحمديه. حنا الان كاينين في مكان الجريمه، بحيث حدث قبل قليل ان جوج ديال الشباب، واحد قتل واحد، كيسكنوا في هذا الدار. جوجهم عازبين، كل واحد واحد كيسكن تحت واحد كيسكن الفوق. حسب تصريحات الجيران والشهود ان المشكل اللي بيناتهم هو الصوت ديال المكبر ديال الراديو، ان واحد كيقول لاخر نقص عليا الصداع، راك صدعتيني، حكم انه خدام في مخبزه خصو ينوض بكري. ولكن الاخر بقى كيجهد عليه الراديو. تغاوتوا هذا الصباح، طلع عنده خشى فيه جنويه وقتلو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسب تصريحات الشهود أنه اللي قتل كان كيتعاطى المخدرات، وربما بسبب أنه مقطوع في هذا رمضان، داكشي اللي أدى به إلى ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء. أغلب الجرائم دائما كنلقاو أن المخدرات كتكون هي السبب. بجوجهم كيتعاطوا المخدرات. هادي واحد السيده، واحد الجاره من النافذه كتقول بانهم جوجهم تيتعاطوا المخدرات، لا القاتل لا المقتول. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بجوجهم ماشي ابناء المنطقه، غير كاريين
والله يلطف بينا والله يرحمنا. الدراري سيروا بابا لداركم، سيروا للدار، سيروا للدار. خليفة خليفة لا درتي انت درتي اكيد.